طيب كده دلوقتي دخلنا بقى في انهي حته؟ السويد لاندز. السويد لاندز في منها تو تايبس اساسين، اكراين وابو كراين. بيقولوا ان في تايب تالت كده ابو اي كراين، يعني خلينا فاكرين الاساسين اكراين وابو كراين. الاي كراين دي اللي هي انهي واحده؟ اللي موجوده في معظم الجسم. الابو كراين اللي هي سبيشال سايز زي الاكزيلا وكده. اناتومي فيسيولوجي ان هما موجود اوفر ذا بودي، وان الابوكراين تو ايكراين از 1 تو 1 ذا اكزيلا 1 تو 10 elsewhere. احنا في اي مكان الايكراين 10 اضعاف الابوكراين، ما عدا في الاكزيلا هم قد بعض. عشان كده في الاكزيلا هنعتبر الابوكراين حاجه مهمه، لان ده المكان الوحيد اللي بقت قد الايكراين فيه. نيجي نبص على جدول المقارنه، هناخد المقارنه بين الايكراين والابوكراين، مالهاش دعوه بالبتاع الثالثه دي. اول حاجه اللوكاليزيشن، الايكراين موجوده فين؟ انتاير بودي سكين اكسبت فين بقى؟ ده اكسبشن، ده مهم. اكسترنال اوديتري كانال، لا مش بارمسول، سبيشس جلاند هي اللي مش موجوده في بارمسول سولز، اللي مش هيطلع لك اكني في ايدك، انما دي موجوده في كل حته ما عدا بقى سبيشال سايز. هو مين؟ الاكسترنال اوديتري كانال. انا مش هنعرق جوه اثنين، حتى عرق يخش جوه كده مش تبقى حلوه. فيرمينيال ليبس محدش بيعرق من شفته. الكليترس والليبيا ماينورا. هايست دنسيتي بقى فين؟ في بارمز اند سولز، اشكال هايبر هيدروز اكتر حاجه بارمز اند سولز. الابوكراين كانت موجوده فين؟ اكزيلي انو جينيتال بيري امبليكال ونيبلز. الامبريولوجي، امبريولوجي مش هنطول قوي فيها، بس انا يهمني حاجه، مين اللي كان موجود في البايلو سيبيشس اباريتس؟ الايكراين. الايكراين اكتر. هو في الابوكراين برضه بتبقى سبورت في بايلو سيبيشس فوليكل، هما الحالة اتنين مكتوبين يعني، بس انا اعتقد ان هي الايكراين كانت اكتر على حد علمي يعني. المورفولوجي، الايكراين لونج ثين دكت، انا اسف العكس ماشي، الابوكراين هي اللي مع ال بايريو سبيشس اكتر، لان الابوكراين اللي هتفتح في الفوليكل نفسها، الايكراين بتفتح لوحدها. فالايكراين لونج ثين دكت تفتح فين؟ في السكين سيرفيس. الابوكراين شورت ثيك دكت بتفتح فين؟ upper part of follicular canal، وليها وايد لومن التانية ليها نارو لومن. فعشان تفتكروا هي الايكراين زي واحد طويل، فهو طويل ورفيع، فبالتالي هي لونج ثين دكت نارو لومن رفيعة كده، انما الابوكراين قصيرة بقى، فشورت ثيك ووايد لومن. السيل تايبس هنا في لارج سكيتري كلير سيلز، هنا ابيثيليال مايوبيثيليال سيلز ماشي. السكريشن، الفرق بين الايكراين والابوكراين ان الابوكراين بياخد حته ابو ايبيكال، بياخد حته من الايبيكال سيتوبلازم تطلع معاه، انما الايكراين ده سكريشن طالع عادي مفيش سيل بريك داون. الانرفيشن الاثنين سيمباثيتك استايل كولين، عشان كده يعني دلوقتي البالمز والسوس كان عارف فيها مين اللي جاي منين؟ من ايكراين. طيب فكنا بنقول دلوقتي ان انت فكره ان هما الاثنين شغالين سمباثيتك او استايل كولين، ده يفيدنا في ايه؟ ان البالمز والسولز هايبر هيدروس فيم كان سببه ايه؟ كراين سواد جلاند. طب في الاكزيلا كان ابو كراين، بس احنا بنعالج الاثنين بالبوتوكس زي بعض عشان الاثنين سمباثيتك، الاثنين استايل كولين، فالاثنين هيعالجوا بنفس الحاجه. عمرنا ما فكرنا وقلنا اصل اللي بيعرق من ايده ده ايه كراين، واللي عرق من الاكزيلا ده ابو كراين، فهديهم تريتمنت مختلف. هما الاثنين سمباثيتك واستايل كولين، فهم الاثنين هيستخدم بوتوكس عادي. طب الديفلوبمنت الاثنين بريست ات بيرث، وزي ما قلنا الايكراين ملهاش علاقه بالبايلو سبيشس فوليكل، بتفتح لوحدها، انما الابوكراين بتفتح في شعره مش كده، فتح في الفوليكل من فوق. الفانكشن الايكراين ثيرمو ريجوليشن عادي، الابوكراين انا ممكن علاقه بفكره الاولفاكتوري كوميونيكيشن والاتراكشن وكده. الكومبوزيشن اوف سكريشن الايكراين اودرلس، الابوكراين برضو اودرلس. امال ايه اللي بيخلي فيه اودر؟ ان في بريكورسرز بيشعل عليها البكتيريا فتطلع الاودر اللي موجود. دلوقتي ملخص الموضوع، احنا عندنا ايكراين وابوكراين. ايكراين دي اللي هي زي واحد طويل اللي بتفتح لوحدها، يبقى انا استفدت كده ان الايكراين ليها لونج ثين دكت تفتح لوحدها في السكين سيرفيس، السكريتري كول بتاعها نارو لان هي طويله ورفيعه وملهاش علاقه بالبايلو سيبيشس فوليكل، تشتغل بالاستايل كولين لان هو كله بيشتغل بالاستايل كولين اصلا، موجوده في كل حته صح ما عدا اماكن معينه الاكسيوتري كانال ليبيا مينورا الكلام ده،
طب الابو برايم اللي هي كانت قصيرة ومليانة، هي شورت ووايد بتفتح مع ال في اب بارت الفوليكل، عشان كده علاقة بالترمينال هير فوليكل وبايلو سيبيشس، موجودة في أماكن معينة بالذات الأكزيلا، شغالة برضو بالسيمباثاتيك عادي الأستايل كلينش، عشان كده استخدمنا بوتوكس. الاتنين بيطلعوا أودرلس، بس الأبو كرايم بيشتغل فيه حاجات أوديريفرس فبيشتغل عليها البكتيريا فتطلع الأودر. Methods of evaluating sweat production، هنا هيحط كذا حاجة. أول حاجة فيهم ستارش أيدين تيست، وده أهم حاجة بصراحة. إيه الستارش أيدين؟ كنا بنعمله إزاي؟ الفكرة بتاعته إن الأيودين مع الستارش في وجود السويت هيلبسه. فبنعمل إيه؟ نيجي عند البيشنت وننظف نشف المكان كويس، دي أول خطوة. وبعد كده أحط أيودين على الحتة دي وأخليه يقفل عليها مش بيحصل فيها سويتنج، يستنى شوية كام دقيقة، بعد كده أجي أحط فيها الستارش لما يسود أعرف إن كده. طب الستارش أيودين تيست يفيدني في إيه؟ حدد المكان نفسه لو بحقن مثلا. بالظبط، يفيدني في حاجتين الحقيقة. يفيدني لو انا بتكلم في مرض بجد ان انا اعرف العين اصلا بيعرق ولا لا. بمعنى دلوقتي لو جاي له طفل عنده فيفر ومبتنزلش، حاسس ان هو ما بيعرقش، ممكن هو شاكين مثلا ان هو عنده مشكله زي مثلا مين خلاه في جينو دورمال ديسبليزي، حسيت حتى قلنا في حاجه اسمها ان هيدروتيك وفي نورمال او هايبو هيدرو، انا وهايبو في نورمال، فهفرق ازاي بيعرق ما بيعرقش. فيشنت هيجي لي هحط له ستارش ايودين في ايده في الاكزيلا الطفل واشوف والله يسود يبقى بيعرق، يبقى انا كده استفدت على فكره ده بيعرق، ده عنده سواتنج كويس واتليست موجود. فخدوا بالكم في بقى حاجه تانية اللي عامله فيه، هو ما بيعرقش بكده مفيش سواتنج، لحسن يكون في دورمال ديسبليزيا او اي سندروم تاني. يبقى دي فايده لموضوع الستارش ايودين. الفايده التانيه زي ما قلت البيشنت جت قالت لي عايز اعمل بوتوكس في ايدي او اندر ارم، عملت لها البوتوكس، بعد شويه بعد الثلاث اسابيع كده جات لك قالت لك على فكره او بعد شهر شويه لا في حته لسه بتعرق، فاعمل لها التست ليه هشوف اصلا بتعرق ولا لا. النقطة التانية شوف العرق فين، ما انت لما تعمل واحدة بقى حيلاقي بوتوكس أو حاجة هتلاقي ايديها مش كلها اسودت، هتلاقي بوينتس معينة دي الهوت سبوت، دي الأماكن اللي أنت كان ممكن مست منك أو محتاج جرعة زيادة تروح عاملها تاتش أب عليها ومكملها، يبقى كده فادني الستارش أيودين. إنك تشوف الإلكتريك بوتنشال أوف السكين، ماشي أشوف السكين تمبرتشر جرافيمتري، إن أنا أجيب ورقة فلتر بيبر وأشوف بقى ما اتحطت على السكين أخد عرق قد إيه، أو أشوف الووتر لوس. يبقى في كذا طريقة بس أهمهم بالنسبة لي هي الستارش ايودين، دي اهم واحده. اول حاجه هنتكلم عليها ملياريا اللي هي السوات راش. ملياريا اللي هي حمو النيل، حمو النيل الفكره بتاعته ايه؟ انا عندي سوات دكت غامق مقفوله فالسوات اتجمع تحت عمل حته كده معبيه سوات زي فيزيكال كده صغيره او حاجه كريستالاين. في منه ملياريا كريستالاينا، روبرا، بروفاندا، باستيلوزا. كريستالاين روبرا بروفاندا ده الليفل، حاجه فيهم كونت باستيلوزا تبقى باستيلوزا. الملاريا كومن فين؟ كومن في النيونيس عشان السواد دوك مش ديفلوبت قوي، وكومن تيجي في حاجات مثلا لو في الجو حر والبيشنت لابس لبس تقيل فعمل اوكلوجن ليها، البيشنت نايم على ظهره فتره طويله فتعمل اوكلوجن الحته دي ممكن يجيله فيها. الباثوجينس ايه؟ ان هو اكسس في سواتنج عمل ماسريشن في الاستراتم كورنيوم فبالتالي بيقفل الاكراين دكت فاللي جاي يطلع من تحت مقفول عليه فيحصل له اوبستراكشن. وبعدين هي ليه جت في الحر؟ يعني ايه البيشنت لما كان بيعرق ولابس لبس تقيل جاله ملياريا؟ ان هو لما عرق ولابس لبس تقيل، لا مش موضوع كده بقى، العرق الكتير اللي بره ده عمل ماسريشن في السكن، دي اول خطوه مش موضوع برودكشن لسه، هو عرق طالع طبيعي وبيحصل له درينج طبيعي ما هو طالع بره بس عشان قافل عليه فهو على السكن فضل فعمل ماسريشن، فالماسريتد سكن ده دخل جوه الضغط قفلها، فلما قفلها انت عندك حته مقفوله خلاص السواد اللي جاي يطلع من تحت مقفول عليه فيتجمع تعمل ملياري. عشان كده كانت بدايتها منين؟ بالحته دي بالهيت والاوكلوجن اللي يعمل ماسريشن فالماسريشن يقفل الدكت فالدكت اتقفل فدي يحصل لي الليجنز. طيب لو الدكت اتقفلت هنبص على الجدول على طول عشان نفهم القصه، لو الدكت اتقفلت فوق عند الاستراتم كورنيوم اعمل لي ملياريا كريستالاين كتينيس ليجن نون بروريتك كلير فراجايل فازيك حاجه حاجه. ليه هي شكلها كلير او اسمها كريستالاينا؟ لانها سوبرفيشال فبالنسبه لك ايه نقطه عرق لازقه عجلت، يعني بص من بره مش تحس ان هي حاجه، تحس ان نقطه عرق ممكن تطير معاك بس هي ما بتطيرش، هي نقطه ميه كده واقعه عجلت. طب ليه نون بروريتك؟ لا ليه؟ عشان الليفل اللي احنا فيه هنا ده ما فيهوش نيرف اندنجز اصلا يعمل لها ستيميليشن، فانت نون بروريتك لان انت جاي في حته فوق المكان اللي فيه نيرف اندنجز اللي ممكن اعمل لها ستيميليشن، فمش هحس بيها البيشنت في حاجه، مش هتعب مش هيهرش فيها.
البيشنت مين؟ ممكن اقول تشيلدرن ادلت هوت كلايمت عادي. كومن لوكيشن سبيس اند ترامب. حلو. ملياريا روبرا نزلت في الابيدرمس تحت شويه، فبالتالي بقى في عندك انفلاميشن حاصل، في ارثيما موجوده، فعمل بابيولز وباستيولز. طب بروتيك ليه؟ في نيرف اندنجز في المكان ده، فعملت لها ستيميوليشن. ملياريا بروفاندا نزلت تحت اكتر عند درمو ابيدرمال جانكشن، وايت بابيولز بس نون بروتيك. ليه نون بروتيك؟ نزلت تحت الليفل بتاع النيرف ستيميوليشن. فالنيرف اندنجز موجود عند حته الابيدرمس، انت لو جاي فيها قوي كريستالاينا مش تعمل لها ستيميوليشن، نزلت تحتها روبرا اسف بروفاندا مش تعمل لها ستيميوليشن. ما سيبوش الحاجة اللي تعمل استيميشن بالموضوع الاتشنج ده كده. فانت بالتالي انت الاتشنج بيه من فري نيرف اندنجز، مفيش فري نيرف اندنج في الدرمس، هو طالع على الابيدرمس. يبقى المهم في كده ايه؟ انت عندك ملياريا كريستالاينا روبرا بروفاندا. كريستالاينا قفلت في الساتم كورنيا، روبرا قفلت في الابيدرمس نفسه، بروفاندا درمو ابيدرمال جانكشن، كريستالاينا فوق فبازيكال كده كلير كريستال، روبرا بيول باستيول، بروفاندا تحت بقت وايت. مين فيها اتشنج؟ فوق مفيش اتشنج عشان انت فيش فول اندنجز، في ميد ابيدرمس بتاع النيرف اندنجز ففي اتشنج، تحت تحت نيرف اندنجز مفيش اتشنج. كومبليكيشنز يحصل بكتيريا انفكشن يبقى اسمها ملياريا باستيلوزا. حاجة تانية مهمة ان في بعض الناس لو السويت جلاند كلها كانت بقت اوكلود نون فانكشن مش حتة واحدة بس، فكده جسمه كله مش عارف يعرق كويس، بيخش حاجه اسمها تروبيكال ان هيدروتيك اثيميا، لان ساعتها الموضوع هيبقى كان في سيستميك مانيفيستيشنز، عنده بقى الليمفادينوباثي، عنده مشاكل تانية. ده امتى؟ لما يكون حته كبيره كل جسمه حصل فيه مشكله الملياريا دي، بيسموها ان هيدروتيك تروبيكال ان هيدروتيك اثيميا. طب وده يحصل مع ايه اللي يعمل حاجه زي كده؟ انا بصك عشان انا مش فاكر الحقيقه، بيقول لك سواجاس لو اوبلودد مش عارف عشان قالوا تروبيكال يعني يمكن، بس مش عارف بصراحه. التريتمنت ايه بتاع ملياريا؟ اول حاجه ميه ساقعه، عشان الناس فاكره ميه سخنه، يعني معظم الناس في العاده لما بييجوا بيقول لك انا بحط في ميه سخنه عشان الحمو النيل، لا هي ميه ساقعه عشان اشيل معايا الحراره اللي موجوده دي. يبقى افويد اكسسيف سواتنج، تحط في حته اير كونديشند، ممكن ادي كلاماين لوش عشان يدي سيمتوماتيك ريليف. بس ناخد بالنا واحنا بنكتب بقى في العياده، اول حاجه ان الميه الساقعه يعمل بيها كده جسمه بسيط، حاجه تانية حد كلاماين لوشن شويه ويشطفه يمسحه، لازم ميه ساقعه. ليه ما تسيبوش على الجسم؟ لو سبته هيقفل الدكت فهيزود. altered composition of acrine sweat، بيقول لك لو الاكراين سوات اتغير ايه اللي ممكن يحصل؟ اول حاجه لو اتغير الالكترولايت كونتنت، هنا كاتب امراض بقى كلها حاجات بطن، ان البطن نفسها ممكن حاجات في الالكترولايت. تاني حاجه بروم هيدروز، عندنا بروم وكروم. بروم ده اللي هو ايه؟ الباد اودر. كروم الكالر. حلو. بروم هيدروزز ولكن الاكزيلري بتريتنج جودر، اتفقنا ليه؟ عشان البكتيريا بتشتغل على السبس الموجوده فيه. طب ايه تاني ممكن يجي في الابوكراين باد اودر؟ لو كان حاجه اسكريتد في الابوكراين جلاند نفسها زي الجارليك، مش كده الجارليك بيعمل ريحته ليه موجوده في العرق؟ شو هو شخصيا طالع اكسبريشن في السوات. الاكراين بروم هيدروزس بقى مش الابوكراين، كلها حاجات برضو امراض، ممكن تبقى اكسوجينس فود برضو بيطلع في العرق، مش كده حاجه زي الجارليك طالع هنا وهنا فبتبقى في عرق الجسم كله عادي. حاجات ميتابوليك في نالكتنوريا، الموضوع الماستي اودر ده مهم فيها، الميبل سيربيرين ديزيز كان فيه السويت اودر، كل حاجات في البطنه، او حاجات من كرياتينوجينيك، اه دي مهمه بقى في الاكراين. بيقول لك secondary to maceration of stratum corneum with bacterial degradation of keratin. example مثلا مشهور قوي البيشنت اللي عنده هايبر هيدروزس في رجله، فبالتالي بيجي له حاجه اسمها ايه؟ ميكوريني بكتيريوم بيتد كراتولس، يعني ده غير لما تلاقي ريحه رجله وحشه، ولما دي له تريتمنت ريحه رجله بتتحسن، صح؟ لان هو فكره فين؟ ان انت عندك كان في maceration في الستراتم كورنيوم، ف secondary maceration ده حصل الكرايم بروم هيدروزس، لما عالجت المسريشن اللي موجود وعالجت البيتكاتوس اللي موجود الدنيا اتحسنت. التين بتاع بروم هيدروز ايه؟ بيقول لك فريكوينت واشنج اوف اكزيريجن واميشن اوف فود ستاف لايك جارليك فروم دايت عشان ما تجيش تاني. ادي لوكال انتي بكتيريال سبسنس على حسب مكان، او الومنيوم سولت اللي هو يمنع السواتنج اصلا، فبالتالي اقل هايبر هيدروز فاقل المسريشن اللي بيحصل فاقل الريحه اللي موجوده.
بوتيلاينم توكسين طبعا ده من الحاجات المهمه ليه لانه حل اصلا الاسواتيك وبالتالي الاذى للريحه. كروم هيدروزز ان اللون متغير. كروم هيدروز ممكن يحصل في الابوكراين او الايكراين. الابوكراين ان بيبقى فيها لايبوفوسين بيجمنت لو حصل كده بتدي لون، انما الايكراين بقى ده اللي مع ادويه زي الكلوفازمين والريفامبيسين. هنا بيقولوا الكلوفازمين بيعمل ريد سوات، احنا جبنا سيرت الكلوفازمين قبل كده في ايه بيجمنتيشن كان برضو قلنا ايه ريدش بيجمنتيشن اهو، فهو بيدي احمر في كله. هنا عمل ريد سوات مع الايكراين لما طلع فيها كان ريدش بيجمنتيشن في الفيس. حته اخيره جاله ده فاكس يعني. خش في الهايبر هيدروز. هايبر هيدروز هو الموضوع كبير، حاول نعدي بس الحاجات الاساسيه فيه عشان ما نتوهش كده من بعض. الهايبر هيدروز منه نوعين، برايمري هايبر هيدروزز و سكندري هايبر هيدروزز. صح فين ايه الفرق بين برايمري وسكندري؟ سكندري عندي مشكله هي يعني عملت هايبر هيدروز، برايمري بدا لوحده دايما بيجي لنا في العياده برايمري اكتر. فبرايمري ده موست كومن تايب اللي هو غالبا بالمو بلانتر او اكزيري، ده اللي غالبا هتعمل له بوتوكس هو بتاع برايمري ده. طب ايه الدايجنوستيك كرايتيريا؟ امتى اقول ان هو برايمري هايبر هيدروزز؟ اول حاجه ان يكون فيه هايبر هيدروزز صح، لازم اكون شايف قدامي فيزيبل اكسس سويتنج بس ماله فوكال، معايا جاي بيعرق من جسمه كله يعني حاجه سيستميك، انما فوكال ايده بس اكزيلا بس كده، ده رقم واحد. بقى له اتليست 6 مانث هو مش ابيسود جات له مع حاجه وراحت، مش سكندري حاجه حصلت وخفت حاجه ثابته معاه. نو ابيرنت سكندري كوز، ما في حاجه سكندري كوز مش هيبقى برايمري. اتليست تو اوف ذا فولوينج بايلاترال سيماتيك، كانت عم بيجيش يقول لك انا ايدي اليمين بتاعي وايدي الشمال لا، بيعمل بوتوكس بيعمل التين، بيعمل اكزيلا بيعمل التين، مش عامل ناحيه واحده. امبيرز اكتيفيتي اوف داي لايف، لك اصل انا مثلا بكتب في الامتحان بعرق والقلم بيقع مني، لا مؤاخذه انا اسفين جدا على الجرح يا دكتور ناصر. At least one episode per week، ما بقاش جاله مره واحده في حياته وسكت لا بيجي له كل فتره. Age of onset اقل من 25 سنه، جاله في سن صغير هتشاب لسه هو زي الورد وجد. Post family history ممكن، stops during sleep هو نام وتبقى الدنيا كويسه. يبقى ايه الدياجنوستيك كرايتيريا اللي تخليني اشك ان هو برايمري هايبر هيدروزز؟ ان هو اصلا عنده هايبر هيدروز حاجه فوكال فيزبل سواتنج، مفيش حاجه تدل ان هو سكت، يبقى ان هو بقاله 6 مانث، ان مفيش حاجه سكندري كوز، وان انا ايه برضو حاجه تدل ان هي في الحته دي بالذات بايلاترال سيماتريكال، يكون امبيرنج كواليتي اوف لايف، تيجي على الاقل مره في الاسبوع، بدا عامل سن صغير شويه اقل من 25 سنه، بوست فاميلي هيستوري، ستوبس ديورينج سليب، قلنا 50-60% هيبقى بالمو بلانتر، 30-50 اكزيلري. وجاي فين ال في دي وانا بقيت السيماتريكال، بس خباك الاكزيلري ساعات يبقى الرايت اكتر من السواد، ممكن عيني يبقى عنده الاثنين. سكندري بقى مش هخش في تفاصيل قوي، بس هتلاقي ان هي سكندري كل حاجه ممكن تحصل. يعني مثلا يقول لك كورتيكال هايبر هيدروز، لا ده عنده مشكله في الكورتيكال اكسايتيشن، فمع الايموشن او السنسري ستيمولاي بيحصل له هايبر هيدروز. ممكن ديس اوردر بيحصل معاه هايبر هيدروز زي بالمو بلانتر كريتودرما بدرمايسيس بولوزا. هايبوثالاميك المشكله في الهايبوثالامس في الريجريشن بتاعها. ميدالري جاستاتري زي كنا خدناها قبل كده في يعني اللي هي فريس سندروم اللي هو كان نيرف اتغير، فبالتالي مع باروتيد بيحصل سواتنج. مشكله في السباينال كورد حاجه اوتونوميك، فاسباب كتير جدا، بس هي عارفين البرايمري ومش خاصه زي بيت حاجات كلها سكندري كده كلمه كلمه كلمه. ممكن ان في دراجز ممكن تعمل هايبر هيدروز برده، ممكن تعمل سيميشن الاكراين سوات، فاسباب عندي كتير. الدايجنوز ايه اهم حاجه؟ الهيستوري عشان اعرف هو برايمري ولا سكندري، واحط حاجات البرايمري. يعني لو جالي زي الدايجنوز هروح اشوف الهيستوري برايمري ولا سكندري اكزاميشن، ولو لقيت ان هو فوكال اكسسيف سواتنج بايلاترال سيمتريك مفيش سكندري كوز مفيش حاجه بقاله اكتر من 6 شهور سنه اقل من 25 سنه بيجيله اتليست مره في الاسبوع، كل الحاجات دي هتخليني اشك ان هو برايمري. لقيت مثلا ان عنده حاجه مع ايموشنال وسنسري فهتبقى كورتيكال، مشكله مثلا فري سندروم تبقى موضوع اللي هو الميدال كان ايه الميدالري اه. لو لقيتها مثلا مع بتاع الهايبوثالاميك يبقى مش عارف ايه كده دراج، فيه هيستوري في دراج معين يبقى ممكن تكون من دراج. ولما بشوف ازاي اقول مش باي طريقه، بس اهم حاجه عندي هشوف بيها الستارش ايودين تيست، ده اهم حاجه هعمله ازاي. هو بيقول لك هنا الابلاي تو كلين شيفت سكن الاو تو دراي، وبعدين احط الستارش باودر واشوف هيقلب بلو بلاك فين. لاينز اوف تريتمنت مكتوب عندي حاجات كتير، بس انا يهمني ابقى عارف ايه لاينز اوف تريتمنت اللي قدامي في هايبر هيدروزز.
رقم واحد topical، رقم اتنين بوتوكس، ده الاساس. وبقى في سيستميك بس هنختلف فيه، وبعدين حاجات سبتكتم اللي هي الاجريسيف شويه. رقم واحد topical، topical بدي ايه؟ الومنيوم كلورايد. الومنيوم كلورايد الفكره بتاعته ان هو بيعمل اوبستراكشن للسوايت دكت زي سان سولا دراي كلور الحاجات دي. الومنيوم كلورايد 25%، يعني دي الومنيوم كلورايد ابلايد ات نايت بالليل، ينشف ايده حطها كل يوم، بتفضل بيها حد اسبوعين، بعد كده نخليها افري اذر داي وبتدي نقلل. عيبها ان هي بتعمل اريتيشن، مش كل احتمال تعمل اريتيشن، وبعض الناس بتضطر توقف بسبب الاريتيشن ده. بتشتغل ازاي؟ بلوك سوات دكت، يبقى ده اول حاجه. انا اول لاين اوف تريتمنت عندي topical aluminum chloride، هو يبقى ممكن 20% او زي دراي سول هنا كاتب 20% او 25% بيستخدم افري داي اب تو 2 ويكس، بعد كده نخليه مثلا افري اذر داي ونقلل الوقت. ايوه اللي بيعمل اريتيشن، بيشتغل ازاي؟ ان هو بيعمل لوكينج للسوات دكت. دوريشن اوف اكشن قد ايه؟ دايز، معنى انت مش كده بنقلل، لان هو كل شويه بيحتاج اقل، ممكن يقعد ما يحطش النهارده وبكره يفضل الايفكت موجود. سكند لاين اوف تريتمنت اشهر حاجه فيه بوتولينم توكسين، اللي هو البوتوكس. بوتولينم توكسين ايه؟ الفكره بتاعته يمنع ليزو استالكولين، وحنقول استالكولين شغال في الاثنين، في الايكراين والابوكراين، عشان كده ينفع في ده وده. الدوريشن مانث، البيشنت بيجي يعمل سيشن النهارده، بيجي بعدها تاني باربع ست شهور، ما بيجيش كل يوم. عيبه ديسكمفورت دورينج انجكشن والماسل ويكنس، انت بتعمل كده بلوكينج اللي هي سايكلين ليز. بعض الناس بتعمل ماسل ويكنس في ايده او حاجه، مش كده حتى بيعمل بوتوكس بيقول لك اول خد بالك ما يبقاش عنده حاجه بعدها على طول هيمسك حاجه في ساعتها. الحاجه التانيه برده ما مثلا ما يعملش بوتوكس ويروح يلعب بقى جيم او يشيل حاجه بايده جامد، عشان فكره ديستريبيوشن بتاع البوتوكس. زي مثلا بيعمل بوتوكس في الفور هيد ما بتوطيش بعدها لمده اربع ساعات، ما تسجدش، ما تعملش حاجه جامده، بحيث ايه ما يبقاش فيه اي مشكله في الديستريبيوشن بتاع البوتوكس نفسه. يبقى ده اهم حاجه سكند لاين. بعد كده هقول ان في حاجات تانيه سيستميك تريتمنت، اشهرهم مثلا ممكن افتكره كلونيدين او بروبرانول. الفكره بتاعتهم ايه؟ ان هو بلوكينج، كلونيدين الالفا 2 بروبرانول للبيتا بلوكر. طب انا بعمل بلوكينج علشان امنع ريليز، بس عيبه انه ممكن يعمل هايبوتنشن وسيستميك مانيفستيشنز، عشان كده هيبقى الموضوع صعب شويه. ثيرد لاين سيمباثكتومي، بس عيب سيمباثكتومي ايه؟ بيرمننت. لا بيرمننت بالعكس، مش كلام انا عملته مره مع السلامه. غير ممكن يعمل كومبنساتري هايبر هيدروز، ما اصلا اصلا عندهم هورنر سيندروم. يبقى انا كده لاين تريتمنت الثاني بتاعت الهايبر هيدروز. هورنر بيبقى فيه انهايدروز. ما بقول لك يا هايبر هيدروز يعمل له هورنر سيندروم انهايدروز. حلو، يبقى ثاني بسرعه كده. انا دلوقتي الهايبر هيدروز، الهايبر هيدروز ده ممكن يحصل من حاجتين الايكراين. يعني دلوقتي جاي مثلا ديسكاس هايبر هيدروز، هايبر هيدروز ده انكريس سويت برودكشن، يعني تو تايبس سويت بلانس، ايكراين ابوكراين. ايكراين موجوده في كل بودي ما عدا سبيشال سايت زي مش عارف ليبيا ماينورا الابر ليب الكلام ده. الابوكراين موجوده في سايز معينه زي الاكزيلا. الايكراين لونج ثين تفتح لوحدها مالهاش علاقه بالسبيشال فوليكل، مفيش فيها اودرلس سكريشن. الابوكراين ثيك وايد بتفتح في الابر بتاع الفوليكل، مش علاقه بالترمينال هير فوليكل، اودر للسكريشن، بس ممكن يشتغل عليها البكتيريا فتعمل بروم هيدروز. السويتنج ممكن يبقى برايمري او سكند، برايم موست كومنلي بالمو بلانتر واكزيلري. اشك مين هو برايمري؟ ان هو جاي فوكال اكسسيف سويتنج، بيجي له بايلاترال سيمتريك على الاقل مره في الاسبوع، اقل من 25 سنه، ما بيشتكيش من حاجه سكند، ما عندوش اي شكاوي ثانيه، هو ده خلينا نشك ان هو برايم. ممكن يبقى بالمو بلانتر او يبقى اكزيلري. لو سكن بيسكن الحاجه، سكن مثلا مشكله في السباينال كور، شكل سكن الحاجه المضلله زي فري سيندروم، سكن مشاكل الكورتيكال والايموشنز، سكندري للدراجز. طب هتعمل له ايه؟ هشوف الاول السويتنج، ممكن اعمل له ستارش ايدين تيست، انا احط الاول الايودين، انا اشوف كويس احط الايودين بعدين الستارش يجيب له بلاك كولر. يبقى دي اول خطوه. تاني خطوه لو انا شاكك ان في حاجه سيستميك، اشوف السيستميك اللي موجود، يبقى لازم اخد هيستوري كويس، شاك في اي حاجه سيستميك هي اللي عامله، اعمل انفستيجيشن للسيستميك كوز. ممكن اشوف في السيفيريتي اوف كونديشن بتاعت السودا والحاجات الثانيه هي الكتروفوريسيس والجرافيمتري والكلام ده. عايز تعالجه فيرست لاين توبيكال تريتمنت الومنيوم كلورايد 20 25% يستخدم افري داي، بعد كده بتعمل تيبرنج اقل الوقت، اقل يعني الفريكونسي اوف ابلكيشن. فكرته ان هو بيعمل بلوكينج للسويت دكت، عيبه الاريتيشن والبرنينج سنسيشن، بيفضل شغال لمده دايز. السكند لاين ممكن اسحبه بعدها بوتولينم توكسين ايه، اللي هو استايل كلين ليز انهبيتور، ده
يعمل سيشن قبل 4 تو 6 مانث. عيبه انه ممكن يعمل بين دورينج انجكشن كمان ويكنس في المصر. طب بعد كده ايه اللي قدامي هقدر لاينز اوف تريتمنت؟ ادي حاجه ستامك زي كلونيدين او بروبرانول. كلونيدين اللي هو بيتا بلوكر، كلونيدين الفا 2 اجونست. في الحالتين انت الهدف بتاعك ان انت عايز تقلل سواتي، بس ممكن تعمل هايبوتنشن وستامك مانيفستيشنز، وبالتالي ممكن ما يبقاش كومفورتبل للبيشنت. بعد كده ممكن اعمل سيمباثيكتو، بس عيبه ان هو بيرمننت، ممكن يبقى ليه سايد افكتس زي هايبوهيدروس في حاجات او هورنر سيندروم. ده كده في الامتحان. عايز بقى تزود كلمتين وانا بتكلم في البوتولينم توكسين، اروح واخد حتتين من هنا بقى اقول له ايه ان هو ده اف دي ابروفد، ان هو استايل كولينيز انهيبيتور بيشتغل 4 تو 6 مانث، ان هو ممكن نحط عليها ايه تاني. بس ده كلمتين ممكن ازودهم على الحته بتاعه البوتوكس، يعني اقول البوتولينم توكسين ايه، وان هو في منه البوتوكس والسبورت، وان هو اف دي ابروفد 4 تو 6 مانث، بيتوزع في الاجزين لا او في كذا، وبنحتاج نعيد كل فتره. انا هيدروزز يعني مش هقول حاجه فيها قوي، بس انا عايز بس احط الحته بقى زياده دي حلوه اللي هي في صفحه 256، ان في حاجه اسمها في كام حاجه بسبب الاسوات، في كام حاجه بسبب الاسوات، اولهم جرانيلوزا روبرا نزاي. جرانيلوزا روبرا نزاي ان البيشنت تيجي عندها اريثيما بعدين بابيولز وفازيكلز، فين جايه عند حته النوز بالذات، وبعدين تسرح للجنب تروح هتشيك تسرح تحت على الليبس. لما تلاقي بيشنت نص وشها كده النوز بحته حواليها بالذات طفل في عنده اريثيما وفازيكلز وبتاع، لازم اسال لو عنده هايبر هيدروزس المكان ده، ده اسمه جرانيلوزا روبرا نزاي، مشكلته في الاسواتي، فالحل بتاعه دي له دراينج لوشن ومتحسن مع بيورتي. الدراينج لوشن ده اللي هو زي السانسر اللي بنحطها على الفيس كده؟ لا اعتقد مش هي سانسر ولا بس حاجه كده يعني؟ ما انا معرفش صراحه. اللوشن بينش خد اقول له نشف باللوشن. يعني هننزلني في حته زي سهله يعني. بجديه سهله عمي. اللوشن. طب تاني حاجه بص هتلاقي في الكلام بيقول لك يبقى ايه؟ Several these are affected by sweat. زي هيلي هيلي جروفرز ديزيز بيتيت كراتولس. حاسس بيتيت كراتولس صح؟ احنا جبنا سيرتها قلنا حتى في البروم هيدروزز وان هي بتعمل الريحه الوحشه، عشان كده لما خدت توبك انتباهك اتحسن وكده. هيلي 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 كانت انهي واحده؟ دي كانت في البولس اوتوزوم الدوميننت، ومشكله في بتيجي في الفلكشرز ده في شكل ايروجن، مش قوي اصلا بولي لابس كده ايروجنز اكتر، وكانت المشكله فيها في مين؟ في الترانسبورت بقى بتاع ال الاي تي بي والكالسيوم والحته. حلو. جروفر ده هو ترانزيت اكفاتيك درماتوز، برده كان بيجي اكتر في الباك ممكن مع هايبر هيدروز. دي الحاجات برده بتزيد بهايبر هيدروز، مش مكتوبه هنا، حاجه اسمها كيراتوليسيس اكسفولياتيف. انا بس عايز اقول عشان احنا بنشوف في العياده فعلا كتير كيراتوليسيس اكسفولياتيف، ساعات ناس تيجي بالبالمز والسولز بالبالمز بالذات تلاقي فيها سكيلز كده مقشره دوائر صغيره، يعني تلاقي فيها قشر مدور صغير كده، دي اسمها كيراتوليسيس اكسفولياتيف، ممكن تيجي لوحدها بس ساعات تزيد كمان مع الهايبر هيدروس، فبيعرق كتير ده هيكون سبب. بعد كده جاب سيره مين؟ فوكس فورد دايس ديزيز اللي سائلين عليه اللي هو كان ابوكراين ملياريا، قلنا بيجي في الستات اكتر عند بيوبرتي، ديسكريت فيرم فوليكولر بابيولز عند الابوكراين جلاند بتبقى اتشي. التريتمنت بقى ملوش حاجه معينه، ممكن توبيكال ستيرويد انتريجنال ستيرويد. نعم ايستروجين من الحاجات اللي برضه بتحسن، عشان كده قلنا حتى لو دوز ايستروجين اللي بس جميل سيرته في حاجات اللو دوز. فده كده موضوع الهايبر هايدروسيس. نوريه برضه